إذن بنتعرف الحين على أساليب وطرق جديدة تضمن يمكن أو تضمن حقوق المستأجر والمؤجر أيضا، تضمن لهم الحقوق وأيضا تضمن التواصل من بينهم يكون على الطريقة الصحيحة والقانونية. نتعرف على هذا الشيء أكثر وسعيدة بوجود الأستاذ عبد الله الشيباني الرئيس أو رئيس مجلس الإدارة لشركة أملاك المدينة. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك؟ عساك بخير؟ الحمد لله. بتعرفنا اليوم على أساليب جديدة التواصل بين المستأجر ومؤجر المنزل أيضا، ما هي هذه الطرق الجديدة؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء نبتدي من بداية البحث عن العقار. بداية البحث عن العقار نحن عملناه بأسلوب أن الواحد بدل ما يطلع على الجرائد وعلى المواقع ويزور مكاتب الشركات أو المنزل نفسه في أكثر من موقع وفي الزحمة طبعا، فبالتالي هو يقدر يبحث عن العقار وهو قاعد في بيته أو قاعد في مكتبه عن طريق الخدمة يعني الإلكترونية. يعني لكل الباحثين اللي يبحثون عن منزل جديد، نعم. أو ممكن كثير من السياح يحبون يأخذون يحجزون قبل ما يجون كذا، أيوة لفترات، نعم. قصيرة، ممكن أنه عبر الإنترنت أو، نعم. مواقع معينة يتواصلون وياكم، نعم. نعم. شو هذا الموقع؟ الموقع www.propertiesre.com. الموقع هذا يخدم أول شيء كافة الأطراف، من يعني جالنا نحن الموقع هذا أز بروكر كمان، يعني يقدر اللي عنده عقار يقدر يعلن عن عقاره أو يعرض عقاره مع الصور للبيع أو للتأجير كذلك، وفي كافة أنحاء الدول، مش دولة الإمارات فقط، دول العالم. ونحن ما شاء الله عندنا الحين خلال من عملنا الخدمة هذه لايف صار عندنا ريكورد حوالي 800 عقار معروض عندنا، هذا فقط من 3 شهور ومن غير أي إعلان الحمد لله. وبعدين نحن أول شركة عقارية اللي هي تعمل الربط والدفع الإلكتروني مع مجموعة بنك الإمارات اللي هو NBD، الدفع طبعا عن طريق الخصم من حساب العميل إلى حساب الشركة أو فيزا كارت أو كريدت كارت طبعا، نعم. إذن تسهيلات كبيرة بالنسبة المستأجر، يقدر يجدد العقد من غير ما يحضر الشركة، يقدر يدفع بدل شيك، يقدر يأجل شيك، خدمات كثيرة طبعاً إلكترونية وهو قاعد في منزله، يقدر يحجز الشقة. نعم. نعم. لكن قبل ما يقدر يعتمد على هذا الموقع لا بد أن يزوركم هناك في الإدارة؟ لا. ولا ما في داعي أبداً؟ ما في داعي أبداً. طب شو اللي يضمن سلامة هذا الموقع أو فعلاً؟ نعم. أولاً شيء الموقع هذا يعني حماية عالية من قبل البنك ومن قبلنا نحن كذلك. طبعاً تعاون تام نحن مع NBD. الحماية الثانية إنه هو يضمن رصيد يتلقى، يقدر يعمل له برنت أوت ريفرنس يرجع له من البنك نفسه يطلع له، بلس نحن من عندنا كذلك يرجع له ريفرنس عن الحجز للعقار أو للشقة المعينة. نعم. إذن هو تعاون بينكم أنتم شركة أملاك المدينة وبين بنك الإمارات. نعم. الميزة الحلوة في الموضوع إن الموقع هذا مربوط بالنظام الإدارة أو البرنامج الإداري للشركة نفسها، فبالتالي كل شيء تم تطويره في داخل الشركة. نحن نشوف طبعا مع المشاهدين الموقع. نعم. هذا هو الموقع، هذا على سبيل المثال السيرش، تقدر تروح العميل يقدر يختار الدولة اللي يبغي يبحث عنها العقار. نعم. طبعا دولة الإمارات، يقدر المدينة، نعم، بالتحديد أي مدينة، تحديد أي مدينة، نعم، وبالإضافة إلى تحديد نوع العقار ريزيدنشال كوميرشال، طبعاً ريزيدنشال أغلبهم الحين، نعم. يبحثون، وبالإضافة إلى نوع الريزيدنشال اللي هو هل هو شقة، هل هو بيت، نعم، فيلا، نعم، نعم، فأبارتمنت على سبيل المثال، ونعمل سيرش مثلا نقدر نحدد عدد الغرف، نقدر نحدد الرينج البجت، يعني نقدر نحدد حتى الكرنسي اللي هو نوع العملة، لأن قد الشخص أو العميل هذا يكون من خارج الدولة، نعم. فيقدر يختار، مجرد ما عملنا بحث، مجرد ما ضغطنا على بحث، نعم. أوكي، ممكن نطلع لنا اللستة، تطلع لنا النتيجة، نعم. نحن زودنا الفيكنت هذا، نعم. مثلا العقار زودنا بالصور حية، يعني تساعد الشخص على أن يحدد أو يقرر أن يحجز هذا العقار أو لا، فهمت عليك؟ نعم. طبعا اللي أوت يحدد مساحة الشقة، نوع الشقة، غرفة وصالة أو غرفتين وصالة،
يحدد لك يوريك طبعا صوره مدخل العقار بالاضافه الى صوره العقار نفسه. نعم. وعدد الادوار وكافه التفاصيل اللي هي متعلقه بهذه الشقه على سبيل المثال. صور مفصله يعني ممكن تساعد الواحد تساعد نعم انه يتخذ قرار انه على الاقل اني ازور هذا العقار على اساس احجزه ولا لا. نعم. وبعدين ممكن فورا يحجز العقار. يعني انتم سهلتوا على يمكن اللي حاب انه يحصل على منزل على زياره المواقع هاي مثلا من عماره الى اخرى او من بيت الى اخر. نعم. وايضا سهلتوا عليهم التواصل وياكم بالضبط كشركه عقاريه، ممكن انه مباشره عن طريق هذا الموقع يحددون اللي يبونه ويتواصلون وياكم. بالضبط، بالاضافه الى نحن نعطي لكل عميل عندنا يوزر نيم وباسورد مثل البنك يعني. نعم. لما تفتحين حساب يعطونك يوزر نيم وباسورد، من خلال اليوزر نيم وباسورد انت تتحكمين في انك مثلا عن طريق الهاتف او عن طريق النت تخصمين تحولين مبلغ تدفعين فواتير. نعم. تدفعين نفس الخدمات احنا الحمد لله. طيب شو شروط التعامل وياكم؟ في شروط معينه يجب ان تتوفر؟ ما في شروط معينه، انه يكون مستاجر طبعا حسب قوانين الدوله، انه يكون مستاجر ومستاجر عنده اقامه وخدمه طبعا. احنا مجرد ما يحجز في تيرم اند كونديشن كذلك ممكن يشوف الشروط هذه ويحجز والعقد يوصل لين عنده. فالميزه شو ان نحن فكرنا في ان نبدا في العالم او المجال العقاري. المجال العقاري فعلا كان يفتقر من تقديم خدمات، يعني اليوم المطاعم ممكن توصيل مجانا، بس تعال المجال العقاري، المجال العقاري بس المستاجر وقع على العقد عمل الشيكات وانتهى دوره يعني. حتى نحن في ميزه اخرى كذلك يعني حبيت اذكرها، الخدمة فيها كذلك أن المستأجر يقدر يقدم شكوى إذا عنده عطل أو طلب صيانة، ويقدر يتابع الشكوى هاي وين وصلت عن طريق الإنترنت. عن طريق عنده ويب سايت نفسه. في الويب سايت عنده حساب يقدر يشوف متى عليه دفعات، حسابه شو، الشيكات اللي عليه شو، ممكن يدفع بدل الشيك، يمكن يأجل شيك مثلا إذا ما عنده مبلغ كافي ووافي على أساس ما يرتجع الشيك، يعني أضرار كثيرة. ممتاز. انتوا الحين صار لكم 3 شهور؟ لا في كموقع لا في الكلاسيفايد نحن 3 شهور، اما هذا الموقع الربط مع البنك صار تقريبا يمكن 5 شهور. نعم ممتاز. نعم. طب خلال هالفتره هذه صارت لكم اي مشاكل، اي شكاوي معينه من بعض العملاء؟ ابدا بالعكس، نحن الحين العملاء لما نعطيهم اليوزر نيم والباسورد اللي بدينا الحين الحمد لله يعني منبهرين. نعم. ومستانسين نعم. حتى في عقارات يعني طلعت من ادارتنا وجونا المكتب يعني يتضاربوني انا ان لا نحن نبغي في احد عقاراتكم، فابحثوا في الموقع. نعم. خلنا في النهايه نذكر مره ثانيه بالموقع propertiesre.com. propertiesre.com. ري اللي هو مختصر ريال استيت. نعم. طب تحب تضيف اي شيء في النهايه؟ مشكورين بس على استضافتكم لي، واتمنى لكل شعب دوله الامارات صباح ممتع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك الاستاذ عبد الله الشيباني رئيس مجلس الاداره لشركه املاك المدينه، شكرا لك. شكرا. اذا مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونرجع من بعده.